المركز المصري للهجرة، استشارات مجانية لجوء سياسي وديني، الترجمة في مكتب اللجوء، الحصول على تأشيرات الدخول، الفيزا الطبية، فيزا الدراسة، فيزا الاستثمار ورجال الأعمال، فيزا الخطوبة والزواج، الحصول على الجرين كارد والجنسية، المساعدة في استخراج الرقم القومي، المساعدة في الحصول على بطاقة شخصية ورخصة القيادة، وأيضا مرافقتك إلى مكتب مساعدات اللاجئين. اتصلوا الآن بالمركز المصري للهجرة 818-307-3671 أو على 818-703-8676.